عليكم بمواضيع متنوعة بتقدم لكم معلومات مفيدة لحياة أكيد مفيدة، وخاصة رح بيكون معنا عدد من الأخصائيين اللي رح يردوا على كل أسئلتكم مباشرة على الهواء وكمان على الواتساب. خلينا نشوف شو مواضيع حلقتنا لليوم ومين هن ضيوفنا. موضوع حلقتنا هو النمط الحياة الصحي. سوف نستضيف في الاستوديو رنا نكد اختصاصية التغذية، دكتور عفاف معكرون صيدلي واختصاصية في العناية الطبيعية للبشرة، فيدان نصر الله مدرب على تطوير الذات واختصاصي في لغة الجسد، وجان بيير نورمان مدرب رياضي. أعزائي المشاهدين، إذا كنتوا حابين تتواصلوا معنا بهالحلقة ما لكم إلا تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وتويتر. ما رح طول عليكم، خلينا نشوف نحن وأنتم شو هي آخر الأخبار الطبية. أشارت دراسة حديثة إلى أن تعافي كبار السن من ارتجاج الدماغ قد يكون أبطأ بالمقارنة مع المرضى الأصغر سناً. أظهرت دراسة أن الاعتماد الزائد على أجهزة الكمبيوتر ومحركات البحث بتضعف ذاكرة الإنسان، إذ يستخدم الكثيرون أجهزة الكمبيوتر بدل من تذكر المعلومات. أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال اللي ولدوا بفصل الصيف إن أكثر ميل لأنه يصيروا بلاغين سليمين بالمقارنة مع اللي ولدوا بفصل الشتاء. بدي ارجع اذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا انه بهالحلقه فيكم تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. نحن وياكم هلا اكيد عرفتوا بمين بدنا نرحب، رح نرحب باخصائيه التغذيه رولا نكد. اهلا وسهلا فيك رولا. هاي رولا، كيفك؟ منيحه وانت؟ رولا بهالحلقه رح نحكي، او باول فقره رح نحكي عن الغازات اللي بتعمل نفخه او بتضايق اكيد الشخص اللي عنده اياها. شو هو مصدرها؟ مصدر الغازات كثيرة وأسبابها كثيرة، من أبرزها البدانة أو الوزن الزايد، ممكن يكون سبب للشخص يعاني من غازات كثيرة. سبب آخر أيضا هو نقص ببعض الأنزيمات يلي هي مسؤولة عن تكثير أو هضم بعض المأكولات المعينة. سبب آخر أيضا للغازات هي يعني الواحد يكثر من المأكولات مع بعضها، تنوع المأكولات مع بعضها، ويأكل كمية كثير كبيرة بوقت واحد، يأكل كمية كتير كبيرة. يعني نوعية الغذاء ممكن تكون جزء كبير من هذه المشكلة؟ صحيح، نوعية الغذاء فيها تكون هي سبب المشكلة. لذلك بنظام غذائي سليم نحن بنقدر نخفض من عوارض الغازات اللي ممكن نتعرض لها. وإنما في أسباب أخرى أيضا للغازات، منها مشاكل بالجهاز الهضمي أو مشاكل بالقولون العصبي. البرد ممكن هو بحد ذاته يسبب غازات بالمعدة. ممكن أيضا بعض العادات اللي نحن بنتبعها بطريقة أكل، أو مثلا إذا بنلبس ملابس ضيقة، إذا بناكل نحن وفتحين تمنا، أو إذا بنحكي نحن عم ناكل، هالشيء بخلينا نفوت أكثر هواء على جسمنا ويولد عنا غازات أيضا. مشكلة بال يعني مشاكل بالجهاز الهضمي، مشاكل بالمأكولات ممكن تسبب غازات عند الشخص. البرد، الزعل، الاكتئاب، حتى الزعل والاكتئاب والخوف. مثلا أكثر شيء وقت يكون الواحد عنده مثل إكزام، فحص، أو عنده شيء مستحق يعني توتر، ممكن هالشيء يسبب أيضا لغازات عند الشخص. لذلك أسباب الغازات كتير كتيرة، وممكن الشخص يكون عنده سبب واحد فقط يكون كتير بسيط لحتى عم يسبب له غازات، بيكون حل كتير بسيط، وممكن يكون عدة أسباب متواجدة مع بعض. أكيد خلينا شوي نرجع لنوعية الغذاء. المائدة اللبنانية والعربية معروفة أنها كتير منوعة بالأصناف اللي بتنحط عليها. صحيح. هل هالشيء يعني بيؤدي أنه يصير عنا غازات من وراء نوع الأكل اللي نحن بناكله بالعالم العربي؟ صحيح، مثل ما سبق وذكرت أنه تنوع الأكل وكثرة الأكل على الوقعة الوحدة، واحد يأكل فوق شبعته كمية أكل كتير كبيرة، وحتى أنه يأكل بطريقة سريعة، يعني يأكل بسرعة ويشرب بسرعة، شيء بيؤدي لأنه يصير عنده غازات. أما بالنسبة للمأكولات يلي هي بتولد الغازات عنا، تقسم يعني إلى عدة أقسام. أولا بالنسبة لفئة الخضار،
بالخضار في عنا الخضار اللي بتحتوي على سكر معين هو مسؤول عن يولد الغازات عنا بالمعدة، مثلا سكر الرافينوز. هول الخضار مثلا مثل الملفوف، القرنبيط، البروكلي، الأرديشوكي، البصل، هول أكترية المأكولات يلي الخضار يلي ممكن تسبب غازات عند الأشخاص. أما بالنسبة للفواكه، الفواكه اللي بتحتوي على سكر السوربيتول هي أكترية الفواكه اللي ممكن تسبب غازات عنا بالجسم، مثل التفاح، الانجاص، المشمش، الدراء وغيرها. بعض الفواكه اللي بتحتوي على الفايبرز أو الألياف اللي هي سريعة الهضم أو سريعة الامتصاص، السوليوبل فايبر، هن الفواكه اللي ممكن تسبب غازات ايضا. في عنا ايضا الحبوب، الحبوب هو اكثر شيء الاشخاص بيهربوا منه، صحيح، لانه بتسبب غازات كثيره. الحبوب هي اكثر نوع بالمأكولات بسبب الغازات، لانه بيحتوي على المادتين مع بعضهم، السكر المسبب للغازات وايضا الالياف السريعه الامتصاص او الذوبان اللي هن كمان مسببين للغازات. مشان هيك الحبوب او البقوليات هي السبب الاول بالمأكولات للشخص يصير عنده غازات. وفي كمان شخص حسب بعض المأكولات الاشخاص ما بيهضمها، بتفرق بين شخص واخر. وقت تكون عندك مثلا الحليب ومشتقاته اللي فيه اللاكتوز، بعض الاشخاص ما عندهم اللاكتاز لحتى يقدر يهضموا اللاكتوز الموجود بالحليب ومشتقاته، لذلك بصير عنده نفخه ووجع بطن وغازات بالمعده. وايضا في عنا المحليات الاصطناعيه ايضا ممكن تسبب بغازات. العلكه يلي هي العلكه الشوجر فري محليه بالسوربيتول مثل الموجود بالفواكه، هالشي ممكن يسبب كمان غازات. والمشروبات الغازيه ايضا ممكن تسبب بغازات. نعم، سبق وقلتي رولا انه نحن وعم ناكل واذا فتحنا تمنا بيصير عندنا غازات، طيب كيف طريقه الاكل الصحيحه؟ لانه الشخص بيكون عم يبلع اكثر هواء، مشان هيك هالشيء بسبب الغازات وقت ناكل وتمنا مفتوح. فالطريقه الافضل انه ناكل وتمنا مسكر، وخاصه نحن وعم ناكل ما نحكي، يعني بس نحكي نحن وعم ناكل وعم نلعوس الاكل ونبلعه، هالشيء بخلينا نفوت هواء اكثر على جسمنا ونولد غازات عنا. وايضا شغله بحب اقول لهم اياها للمشاهدين، حتى اذا بنشرب السترو مشروبنا، كنت هلا عم بدي اسالك انه السترو شو بيقولوا لها بالعربي؟ القشه؟ القشه، او في اشخاص بيقولوا لها شاليمونه. السترو هي كمان بس نشرب المشروب تبعنا بالسترو، هالشيء بخلينا ندخل هواء اكثر على جسمنا، وهالشيء بيؤدي اكيد لحتى يصير عندنا غازات اكثر. التدخين والارجيله والعلكه، يعني وقت نعلك كثير بالنهار، في اشخاص ما العلكه ما بتفرق تمهم كل النهار، هالشيء كمان بخليهم يفوتوا هواء على جسمهم اكثر وبيولد غازات عندهم اكيد. نعم، في كمان بيقولوا انه الاشخاص هن وعم بياكلوا بيشربوا كثير ان كان مي او سوائل، هل هيدا الشيء بسبب غازات؟ صحيح، انا بفضل الاشخاص يلي اصلا بيعانوا من مشكله غازات وبسبب لهم اوجاع كثيره انه يبتعدوا انه يشربوا مع الاكل، يشربوا السوائل تبعهم او المي مع الاكل. الافضل انه يتناولوا المي وكل السوائل قبل ب 20 ل 30 دقيقه من الوجبه اللي بدهم يتناولوها، الافضل، وما ياخذوا مي مع الاكل، وما ياكلوا اكيد هن ونايمين او مستلقيين، لانه الاكل نحن ونايمين او ملقحين يعني بيؤدي كمان لحتى يصير عندنا غازات بالجسم. نعم، اكيد في كثير ناس بيقصدوكي عندهم هيدي المشكله، شو هي الاوجاع اللي بتسبب لهم اياها الغازات؟ الغازات يعني العوارض تبع الغازات بتختلف بين شخص واخر اكيد، وبحدد العوارض تبعه، ولكن بشكل عام بصير عندنا وجع بالبطن، بصير عندنا تشنجات بعضلات البطن والمعده ايضا، بصير عندنا انتفاخ بمنطقه البطن، بصير عندنا اكتام او اسهال، يعني الغازات اللي معبينا بقلب بطننا ومعدتنا ممكن تسبب لنا يا اسهال يا اكتام، ممكن يصير عندنا كمان شويه حموضه بالمعده مثل ريفلو بسيط ايضا. ممكن يصير كمان من الاشياء اللي بسببها الغازات هو الانزعاج النفسي والجسدي، الشخص بيكون قاعد مزعوج مش مرتاح نفسيا، وانزعاج جسدي من الاوجاع، وايضا بصير عندنا خروج للغازات بطريقه لا اراديه، وهالشيء كمان بسبب لنا احراج وانزعاج اكيد. نعم، بالمطرح اللي بنكون فيه. المعروف اكله الفول والحمص والفاصوليا بمجتمعاتنا هي اكله يمكن بتغنوا فيها اكثرية الناس، الناس اللي بيسبب لهم هالاكل يمكن نوع من الغازات او النفخه، كيف بيقدروا يعوضوا عنه؟ المعروف انه هالنوع من الاكل فيه كثير من الغذاء. صحيح روني، هلا للاسف انه المأكولات يلي بيسببوا الغازات هن مأكولات صحيه،
لذلك الشخص اذا بده يعني يبتعد عن هيدي المأكولات يعني ليتبع غذاء سليم لحتى يشيل العوارض كلها من اوجاع وانتفاخ وغيرها وما يعود يحس فيها، مضطر انه يلغي هيدي الفئه من الاكل اللي هي عم بتسبب له بالغازات. فمثلا اذا لغينا مثل ما عم بتقول الفول والحمص والفاصوليا والعدس اللي هي بقوليات، نحن رح نفتقر للحديد ولكل الفوائد اللي هي موجوده بالحبوب من حديد والياف. نحن هون بدنا نجرب نعوض عنا بمأكولات اخرى مثل اللحوم، مثل الاعشاب الخضراء الغامقه اللي بتحتوي على الحديد، مثل ايضا المأكولات على الترويقه المدعمه بالحديد والفيتامينات، وايضا مثلا الاشخاص اللي ما فيهم ياكلوا حليب ومشتقاته لانه جسمه ما بيقدر يهضم وهالشيء بيسبب لهم بنفخه وغازات، وهن بحاجه كثير للكالسيوم وللفيتامينز والمعادن الموجودين بالحليب ومشتقاته، فالافضل اللجوء مثلا للخضار الغامقه ايضا لانه بتحتوي على كالسيوم، ثمار البحر ومشتقاتهم ايضا بتحتوي على كالسيوم، وايضا المأكولات المدعمه بالكالسيوم مثل مثل اللبن المحلى المدعم بالكالسيوم اذا الشخص بيقدر يتحمله، مثل الكورن فليكس على الصبح المدعم بالفيتامينات مثل الكالسيوم ومثل بالمعادن مثل الكالسيوم والفيتامينات مثل الفيتامين دي اكيد. نعم صحيح. سوري روني كمان فضح. اشخاص بيقدروا ياخذوا مكملات، يعني اذا الاشخاص اللي عندهم نقص ببعض الفيتامينات والمعادن ما عم يقدروا يعوضوها بالاكل، هون بيقدروا ياخذوا مكملات غذائيه من الفارماسي اللي هي اكيد ما بتضر، بالعكس هي مفيده للجسم واكيد ضروريه. صحيح انه هالمأكولات يمكن القشره تبعها هي اللي بتضايق، يعني في ناس بيقولوا اذا شلنا القشره يبطل تضايق، هل شيء صحيح؟ حسب شو هي المأكولات، يعني مثلا الخضره والفواكه القشره اللي فيها هي اللي بتحتوي اكثر على فايبرز، على الالياف سريعه الامتصاص، مشان هيك حسب انواع الالياف، لان في الياف سوليبل في انسوليبل فايبرز، حسب اذا كانت سوليبل موجوده بالقشره اكثريتها فالافضل الشخص يقشرها لحتى يتفادى يصير عنده غازات اكيد. نعم رولا، اذا بنفوت اونلاين بنشوف انظمه غذائيه لتخفيف الغازات او لعلاجها، هل كلها انظمه صحيحه ولا كمان مثل النظام الغذائي اللي بتقولي في منها صح منها غلط؟ هلا الانظمه الغذائيه لازم تفرق بين شخص واخر حسب شو هن المأكولات اللي بتزعجه وبتضايقه، لانه في اشخاص بيتقبلوا البقوليات او الحبوب، ولكن في مثلا ملفوف وبعض الخضار ما بيقدروا يتقبلوها بيعملوا نفخ عليها وغازات، اولا حسب الايتم يلي نحن ما بنقدر نتقبله، لذلك النظام الغذائي السليم بحاله الغازات هو انه نلغي المأكولات اللي نحن بتضايقنا، هيدا الحل الوحيد، يعني اذا كانت الحبوب هي اللي بتضايقنا الافضل انه نلغيها من نظامنا الغذائي، الى جانب هيدا الشيء الافضل انه الشخص كمان ما يشرب مشروبات غازيه قد ما في يلغيها، الى جانب انه يلغي المأكولات اللي بتضايقه، ما يشرب مشروبات غازيه، ما يتناول مي مع الاكل، يتناول قبل ب 20 ل 30 دقيقه من الاكل اكيد، ويجرب قد ما في يعني يمارس الرياضه كمان لحتى تنشيط كل شيء رياكشن بقلب الجسم، وايضا في ياخذ الشخص انزيمات يعني من الفارماسي خاصه بالمأكولات اللي هي ما بيقدر يهضمها مثل اللاكتاز وغيرها لللاكتوز، هول الانزيمات ممكن ساعتها الشخص يقدر يتقبل هيدي المأكولات اللي ما عم يقدر يتقبلها ويقدر يهضمها بطريقه خاصه بعد نوع من الاشخاص اللي بيشربوا المشروبات الغازيه دغري بعد الاكل بيقولوا لحتى يهضموا. صحيح بيشربوا المأكولات لحتى يهضموا المشروبات الغازيه لحتى يهضموا، ولكن هنا ما بيعرفوا انه بعد ساعه او ساعتين وقت يبلش يصير الاكل بالمعده وصار يصير بعمليه الهضم، هذا الاسيد او المشروبات الغازيه اللي اكلوها هن كمان رح يساهموا بانه يعملوا لهم هالانتفاخ ويعملوا لهم هالوجع بالمعده وبالتالي اكيد الغازات. نعم، النظام الغذائي لتخفيف الغازات هل لازم يتبعه الشخص كل حياته؟ صح لازم يتابعوا، هلا هي بنقول للاسف انه لازم يتابعوا كل حياته، وانما هو كثير سهل لانه فقط هو بده يلغي الفئه او الاكل اللي هو بيضايق منها، واذا كان مضطر بوقت معين انه ياخذ هيدي المأكولات بياخذ دواء لتسهيل عمليه الهضم او انزيمات خاصه بالمأكولات اللي هي ما لازم ناكلها، ولكن افضل طريقه هي مدى الحياه، مثل مثلا الاشخاص اللي ما بيقدروا ياخذوا القمح لازم ياخذوا مأكولات جلوتين فري، هن مضطرين كل حياتهم ياخذوا مأكولات جلوتين فري لانه ما
بيقدر يهضموا القمح ومنتوجاتها مثل اللاكتوز وغيرها، لذلك لازم يتبعوا مدى الحياة هذا النظام الغذائي انه ما ياكلوا هذه المنتوجات اللي بتسبب لهم انزعاج وغازات. عادة هالنوع من المريض لازم يتابع مع اخصائية تغذية؟ انا بفضل انه يتابع مع اخصائية تغذية اكيد، لانه خصوصا اذا كان في وزن زايد وبداني، لانه مثل ما سبق وذكرت انه الوزن الزايد والبداني هنا بيساهموا بزيادة الغازات عند الشخص. لذلك لازم يروح عند اخصائية تغذية اولا لتخفيض الوزن، ثانيا لحتى تعمل له فحص مثل الفود ديتكتيف او الفود انتولرنس لحتى تقدر تعرف اخصائية التغذية هالشخص على شو عنده حساسية، مش حساسية انه ممكن يعمل تفاعلات جلدية وغيرها، وانما على شو عنده انتولرنس، على شو جسمه ما بيقدر يهضم، وتلغي له اياهم من المأكولات وتعطيه نظام غذائي صحي وسليم ما يقدر يضايقه، وكمان يخفض له وزنه ويصير عنده وزن صحي وكمان ما يعود عنده اوجاع وتفاعلات من وراء. نعم رولا، صحيح هل بعض الانواع من الاعشاب اذا غليناها وشربناها بتساعد يمكن على التخفيف او معالجه الغازات؟ اكيد روني، لانه هلا اكثريه الاعشاب هي عاده الاعشاب هي كثير مفيده وبتفيد بعمليات الهضم بالوجه بالبشره وغيرها، انما بالناحيه الغازات الاعشاب لاكثر شيء بتساعد على تخفيض نسبه الغازات والارتياح هي البابونج، الكامومي او البابونج، ومن بعدها بيجي الزنجبيل، النعنع ومشتقاته. فانا بفضل هون وبنصح الاشخاص انه وقت يكونوا كثير متضايقين يعملوا المشروب تبعهم، يغلوا بابونج مع نتفه، يبرشوا فوقها نتفه زنجبيل فريش مع عرق نعنع ويغلوا مع بعضه ويصفوا ويشربوا، هذا ممكن شوي يخفف من اوجاع والنفخه اللي عندهم اياها من وراء الغازات. اكيد. نعم، عادة رولا الشخص اللي عنده غازات بيكون عنده امساك ام اسهال، يعني بيعاني من اي حاله منهم؟ صحيح، لانه طبيعي، لانه روني بس يكون عندنا غازات بالمعده يعني في عندنا شيء مش عم يمشي صح بالمعده، في عندنا مشكله بالمعده، لذلك بصير عندنا يا اسهال يا 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 امساك. يا امساك، الامساك فيه يكون هو سبب ليصير عندنا غازات، يعني الشخص ممكن يكون بيعاني اصلا فقط من امساك مش غازات من وراء اكل معين، الامساك بحد ذاته ممكن يعمل غازات، وكمان العكس صحيح انه الغازات ممكن تسبب بامساك اكيد. نعم، بحال رولا كان عندهم امساك وكمان هلا رح نسال عن الاطفال، أكيد. شو النظام الغذائي المناسب لتليين المعده؟ هلا اذا الاشخاص عندهم امساك، واكيد بتفرق بين شخص واخر حده الامساك اللي عندهم اياها، في اشخاص عندهم امساك بسيط، في اشخاص عندهم سوري امساك على طول، يعني شو ما اخذوا شو ما اكلوا. هلا النظام الغذائي الاسلم السليم لحاله الامساك، وقت يصير عندنا امساك بيكون الجسم عم يعطينا حاله انذار انه الجسم ناقصه الياف. صح. لذلك لازم نضيف الالياف لمأكولاتنا وقت يكون عندنا امساك. انا بنصح الاشخاص هون، يعني كل الاشخاص البالغين لازم ياخذوا حوالي 25 ل 30 جرام من الالياف بالنهار، اكيد الى جانب شرب كثير كميه كثير عاليه من المي وممارسه الرياضه بشكل يومي او من 3 لـ4 مرات بالاسبوع، هالشيء ممكن كمان يخفف عمليه الامساك. اما بالنسبه للمأكولات بنصح الاشخاص يروحوا شوي صوب الفراز مثلا او التوت، توت على انواعه، لانه التوت والفريز بيحتوى على كميه الياف كثير عاليه بوحده حراريه كثير قليله. هلا ايضا بنصح الاشخاص اذا بدهم ياخذوا سناك بعد الظهر وهن بيعانوا من الامساك، يعملوا بوب كورن او بوشار، حوالي الكبيتين من البوب كورن اللي اكيد المفرقعه بالهواء مش مضاف له زيت بالمايكروويف، ياخذوا حوالي الكبيتين من البوشار محل السناك تبعهم، لانه بيحتوي على كميه الياف كثير عاليه. ايضا في شغله ثانيه فيهم يعملوها انه ياكلوا الفواكه والخضره بقشرتها، لانه بتحتوي على الالياف اكثر بالقشره، وهالشيء ممكن يساعد عندهم على تخفيض نسبه الاكتام يلي عندهم اياها. شغله اخرى ايضا بالنسبه للنشويات، نجرب نروح من النشويات العاديه، صوب النشويات المعموله من الحبة الكاملة من الحبوب الكاملة أو حتى الشوفان، لأنه بتكون معمولة من القمح بقشرتها، القشرة هي اللي بتحتوي أكثر على كمية ألياف أيضا، وشرب كميات كثيرة من المي وممارسة الرياضة بيقدروا كمان يخفضوا قد ما فيهم من حالة الإمساك. وإذا في حال أنه النظام الغذائي اللي بيحتوي على كمية خضرة وفواكه عالية بقشرتها والقمح الكاملة وممارسة الرياضة والمي وما مش الحال، ساعتها هون فينا ناخد أعشاب أو أدوية من الصيدلية بتقدر تساعدنا أيضا على الخروج وعلى تخفيف نسبة الإمساك. رولا بالنسبة للأطفال اللي عندهم إمساك كيف بنساعدهم للتخلص من هالمشكلة؟ هلا الأطفال هي حالتهم تقريبا كأكل بتشبه
البالغين، ولكن الأطفال ما بيقدروا يقولوا لنا أنه هن عندهم إمساك. لازم نحن نراقب هذا الشيء، لازم نراقب أي نوع مأكولات ممكن يكون عم يعملهم، بما أنه الأطفال نحن بنعطيهم المأكولات لمدة 3 أيام لحتى نراقب إذا عندهم حساسية عليها أو عملوا إكتام عليها. الأطفال إذا بنلاقي أنه السطول تبعهم كثير قاسيين أو اللون غامق، يعني عم بيكون عندهم إكتام هالأطفال، إذا عم نشوف عم يبكوا كثير، عم بيصرخوا بفترة الخروج تبعهم، يعني عندهم إكتام، الأفضل إدخال المي والسوائل للأطفال. نجرب قد ما فينا الفواكه، نجرب نهرس لهم إياها حتى مع قشرتها، أكيد إذا عمرهم فوق السنة، يعني مع قشرتها نطحن لهم إياها على المكسر لحتى يقدروا قد ما فيهم ياخذوا القشرة تبع الفواكه والخضرة. أيضا فينا نعطي القمحة الكاملة للأطفال والشوفان، أكيد من عمر السنة وطالع بنقدر كمان نطحن لهم إياها مع الأكل، ونجرب نعطيهم المأكولات يعني مثل ما سبق وذكرت نطحن لهم إياها، وقد ما فينا نجرب نشربهم مي وسوائل أكيد. نعم رولا، أكيد رح نشوف نحن وياك شو محضرتينا بالفقرة الثانية، إنما هلا بدنا منك نصيحة أخيرة عن موضوعنا. نصيحتي الأخيرة إنه الشخص، بحب أقول لكل اللي عم يتابعونا إنه بالنظام الغذائي السليم شو ما كانت مشكلتهم أو شو ما كانت حالتهم، إن كان ناقص أو كان زايد، نحن بغذاء سليم بنقدر عن جد نحل مشكلة ونقدر نشفي من مرض أو من شغلة بنعاني منها جسديا أو نفسيا. فعن جد يتبعوا نظام غذائي سليم لحياة أسهل وسليمة أكيد. نعم، مثل ما سبق وقلت رولا رح نشوف شو محضرتينا بالفقرة الثانية. مشاهدينا انطرونا بعد الفقرة لنشوف، بعد الفاصل لنشوف نحن وياكم رولا شو محضرت لنا. Dolce & Gabbana, the one essence, the new fragrance for women. صداقتنا من أقوى ما يكون، مثل الأخوة وأكثر، نستمتع بوقتنا سوا. لكن بحالات الصداع الشديد، تناول بانادول إكسترا الجديد، الآن بتقنية أوبتيزورب يساعد على تخفيف الألم الشديد حتى ألم الصداع النصفي، ليبدأ مفعوله خلال 10 دقائق. وداعا للألم، أهلا بالحياة. بانادول إكسترا الجديد بتقنية أوبتيزورب، لما يختفي الألم ترجع الحياة لطبيعتها. في كل أوقات حياتي كنت أعاني هالمشاكل، لما تشرب ماي بارد تحس بكهرباء يعني في أسنانك، فالدكتور نصحني بهالشيء، معجون سنسوداين. حاليا بعد ما استخدمت سنسوداين حسيت أن نفس ربعي اللي وياي، أشرب اللي يشربونه وآكل اللي يأكلونه، يعني كل شيء طبيعي. الفنان جابر الكاسر بدأ يتغير، ألبوم جديد من روتانا. بدأ يتغير. يتضمن الألبوم 16 أغنية متنوعة. صبرت وأشوف كثر الصبر ما فات. ألبوم بدأ يتغير للفنان جابر الكاسر. وجفاني ما جفته ونساني ما نسيته. رباه يا رب الوجود. حاليا في الأسواق، إنتاج وتوزيع روتانا. مين صار عنده أحلى تي في؟ وين ماي اتش دي؟ ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة، منه 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك يعني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عربسات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان وليد الجيلاني يطلق أغنيتين جديدتين
علامك علامك يا الغلا والذوق تعاتب وانت في بالي من خدك من خدك مني حبيبي لا تجي ولا عني تسأل. تجدونها حاليا على موقع iTunes.com وأنغامي.com إنتاج روتانا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين لنكمل حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا مرة جديدة. بدي أرجع أذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلأ أنه بهالحلقة فيكم تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي بحال إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار. ما رح أطول عليكم كثير لأنه أكيد كلكم محمسين وناطرين تتشوفوا رولا شو محضرت لنا لليوم. رولا شو محضرتي لنا؟ اليوم قررت حضر طبق كتير سبيسيال لأنه أكترية الأشخاص هلأ هذا الطبق المفضل عندهم وبروحوا بيظهروا لبرا لحتى يأكلوا وبيفكروا أنه ما فينا نحضره بالبيت. اليوم رح نعمل هوم ميد سوشي، رح نعمل سوشي بالطريقة المنزلية. بنصح الستات كتير يتابعونا لأنه كتير هين السوشي وفيهم يفاجئوا يعني أفراد العائلة بجات سوشي منوع ومشكل الالوان والاشكال وكثير هين. اولا رح اعلم النساء كيف يعملوا الرز تبع السوشي. الرز لازم يشتروا الرز الخاص بالسوشي. هلا رح اعلمه احنا عم نلف السوشي. اولا لازم يكون عندهم كل شيء بعزوه هيدي الخشبه اللي بلف فيها السوشي. الافضل بنصحهم انه يلفوها بالورق النايلون اللاصق لانه حتى ما تلزق وحتى ما يعلق فيها الرز. هلا رح نستعمل ورق النوري. انا جبت الورقه وقصيتها بالنص على بهذا الحجم، هي هيك حجمها، انا قصيتها بالنص لحتى نعمل سوشي. اولا رح نحط ورقه السوشي بهالشكل، رح نحط فوق الرز. هلا انا بنصح الاشخاص انه يحطوا حدهم نتفه مي ليبلوا ايديهم لانه رز السوشي بلزق. اذا ما كانوا عم يستعملوا كفوف ما بلزق رز السوشي. ولكن هلا رح نستعمل مي. هلا هيدا رز السوشي لحتى يطبخوه لازم يكون عندهم 200 جرام من السوشي، من الرز الخاص بالسوشي. بنحطه لحوالي الكباية ونص من المي على النار وبنتركه يغلي هو وياه لينطبخ مثل الرز العادي. اول ما يستوي رز السوشي، اول ما يستوي وبنشيله عن النار بنفضيه بقلب جات صغير، بنحط فوقه ملعقتين من خل السوشي او الرايس فينيجر. ملعقتين كبار. بنضيف له ملعقه من الملح وبنرجع بنضيف له ربع ملعقه صغيره من السكر الاسمر او مغلف من المحل الاصطناعي. الفرق بينه وبين غير سوشي انه السوشي بحطوا له كثير سكر بقلب الرز، نحن هون قللنا قد ما فينا السكر اللي موجود بهذا السوشي. اذا هلا قلت كيفية يحضروا الرز تبع السوشي. هلا بدهم يكبسوه بهالطريقة اللي انا عم بكبس فيها، بيعبوا كل الورقة وبيتركوا فقط هيدي مخزوقة رح نتركها على جنب. اوكي كل اللي عملناه على الفاضي يعني. لا ايه ما عليه هي الوحيدة يعني كيف مخزوقة طلعت معي. كيف بدنا نعرف كمية الرز اللي بنحطها؟ عم شوف فيك عم تقوي قلبك. بنحط حوالي الملعقة. لا ما نحن رح لا ما لنا كثير هيدي الرز، ولكن لأنه ملزقين على بعضهم أنت عم بتشوفيهم كثير كثار. رح نحط سوشي، نترك الميلة الفوقانية شوي ما بنعبيها على الآخر، نترك مجال إنه بس نلفها إيه ما يطلعوا كثير لبرا. أوكي؟ بهالطريقة. عملية السوشي عملية كثير سهلة، ما لازم كثير النساء يفكروا إنه كثير صعبة. لانه كثير هينه عن جد مثل ما بلفوا ورق العنب، ولكن الا بس دقيقه شوي صغيره انه يكبسوا الرز بس حتى ما يفرط بعدين. اوكي هلا من بعد ما نكون حطينا الرز بهالشكل رح نحط الكراب. ميرسي روني. اي نوع كراب؟ جبنا هذا الكراب الستيكس لانه اسهل بالاستعمال. انا قصيته بدنا نلفها صح؟ صحيح قصيتها بالنص. هلا رح نعمله رح نحط فيها افوكا ايضا. كثير سهلة يعني قصة السوشي. واكيد كلنا بنعرف السوشي قد ايه هو اكل مغذي، يعني فيه فوائد كثيرة وقليل بالوحدات الحرارية. وهلا عم نعمله باقل وحدة حرارية من ما هو اصلا موجود بالسوق لانه بيحتوي على كمية سكر عالية. هلا مثل ما عم تشوفي رني حطيت
سلايسات الافوكا والكراب والكراب وراح احط شريحتين كثير رفع من الخيار بقلبه. شوف كمان كيف عاملين الخيار، من رفع الخيار على الاخر بنقصهم بطريقه جوليان بنقلها. اوكي هلا اللي رح اعمله رح نلف السوشي من بعد ما صارت حاضره، بنحط الانجريدينتس مش على النص، بنحطهم شوي على الاول. نعم اوكي وبنلفها بهالشكل. نعم مثل ما عم نشوف صار عنا هيدي اللفة تقريبا صارت جاهزة. رح نتركها على جنب لأنه لهلا رح نعمله بعدين ما نقصها. لا اللي رح نعمله هلا أنه رح نلفها بالأفوكا، رح أعلم كيف فيهم يلفوا السوشي بالأفوكا. رح أعمله أو رح خليها ما بيأثر، رح أقشرها من برا فقط للأفوكا. وهلا بقشارة البطاطا رح نقشر بهالطريقة، رح نشيل بهالطريقة. بدك مساعدة؟ لا بس كنت عم شوف وين بدي احطهم. رح نقشر بهالطريقة قشر الافوكا ونحطهم هيك. نعم نصفهم حد بعضهم شوي، يمكن دقيقة رح تكون بدها شوي دقة ولا هيني؟ لا هيني كثير. بقشارة البطاطا بنجيب الافوكا يكون نص مستوي لحتى ما يفرط معنا نحن عم نقطعه. ما يكون فج ولا يكون مستوي. صحيح. هلا اللي رح نعمله ما بعرف وين بدي احطه. اوكي لانه ها فرطت. لا بس لانه هلا قصيناها من هالميله. اوكي مثل قشر البطاطا الشيبس. شيبس مزبوط. بعد وحده وخلص بنحطهم بهالشكل على صحيح على ال بنرجع بنجيب على طول نغسل ايدينا. السوشي كثير بيجوي نحن بتحضير السوشي. رح نجيب الرول السوشي اللي حضرناه بنشوف وين ما سكرت مزبوط بنحطها على الافوكا وبنرجع بنلفها بزيت الطريقه. اوكي اوكي بصير عنا هيدا السوشي. رح نتركها على جنب لنقصها بعدين. هلا رح نعمل نوع ثاني سوشي من بالسالمون. هلا رح نرجع نشوف كيف رح تطلع. اكيد حضرت هلا دغري السالمون. اوكي هلا رح نعمل طريقه اخرى، رح نحط ورق النوري من جوا لذلك والرز من برا. صحيح الرز من برا. هلا رح نجيب كميه من الرز رح نحطها تقريبا قد ما حطينا باول وحده ونمدها بهالطريقه. يعني بدنا نخليها تصير مثل قد ورقه النوري تقريبا يلي كنا قصيناها. يعني انا ورولا هون ومركزه كثير معك لشوف كيف عم تعمليها، كيف للمشاهدين خاصه يلي بحبوا السوشي واللي بحسوا انه السوشي كثير صعب تحضيره خاصه بالبيت. يعني عم نعمله هون باستوديو ما بده يعني اغراض. نعم. اغراضه معروفه شو هي. نحن ايه عم نعمله. هلا صارت تقريبا حاضره واكيد بدنا نشدها كثير منيح. نعم هلا رح نعمل رح نحط ورقة نوري من جوا بهالشكل. لازم شوي تكون أكبر الرز. رح نحط الورقة. هلا رولا أنت عم تعملي براتيك، يمكن عم تعمليهم بطريقة كثير بسرعة وبروفيشنال. بالعكس الأشخاص اللي بدهم يعملوها لأول مرة بالبيت رح يحسوا بصعوبة. بالعكس أنا بحب أقول لهم إنه أبداً ما فيها صعوبة أبداً أبداً. لأنه هلا عم بعملها على البطيء لأنه الأشخاص الشافية اليابانية بيعملوها بطريقة كثير أسرع من هيك. وبحب أقول لهم إنه بالعكس كثير هينة السوشي مانا كثير صعبة مثل ما عم نشوف. رح عم نزيد الأفوكا. صحيح رح أحط أفوكا بقلبها. كثير رفيعة. نعم نقدر نلفها. أكيد هي رح قصها بعد لأنه ما منتخن بقلبها الانجريدينت لتقدر تنلف بطريقة كتير سهلة وما تعذبنا باللف. أكيد هلأ مثل ما عم نشوف حطيت السالمون والأفوكا فوق بعضهم. هلأ رح أعمله رح لف هيدي السوشي. نعم أكيد نقرب الغراض على أول السوشي لتنلف معنا بطريقة أهين. نعم ورح لفها. هلا الرز من برا اصعب بكثير بحب اقول للمشاهدين. صح. لانه ما في الورقه عم بتحميها.
وبرا. حتى لو ما زبطت على الاخر رح نعملها نرجع بنظبطها قد ما فينا. زبطت زبطت. نرجع بنبرمها بالطريقه العكسيه حتى تطلع مبرومه. زبطت. رح اعمله هلا زبطت. رح اعمله هلا رح اجيب سالمون كمان تحطي عليه من برا. حتى من برا نفس طريقه الافوكا رح نحطها بهالشكل نحط فوقها كمان نحطها على الطرف حتى صحيح ونلفها بالخشبه كمان بزيت الطريقه نرجع نردها طريقه لورا. اللف كمان بدها كثير هينه ولا هينه؟ لا كثير هينه. هي بتفكريها صعبه بس اذا بس تلفي اول مره بتلاقيها كثير هينه. لفت معنا السوشي رح نعمله هلا. انا بنصح الاشخاص رح انصح الاشخاص نصيحه انه اصعب شيء بالسوشي هي بس القصه بتفرط كثير. لذلك انا بنصح الاشخاص بس تخلص تصير رول معهم يلفوها بورق النايلون اللاصق يرجعوا يقصوا بعد ما يقصوا شيلوا عنا النايلون اسهل حتى ما تفرط معهم. هلا الطريقه الاسهل لقص هيدا السوشي بنقص اول شيء بالنص ممكن يعملوا السوشي مثل ما هن بحبوا. يمكن في عالم ما بحبوا صحيح. السمك الني ما بيستعملوا السالمون صحيح. هلا اللي رح اعمله هون رح بلش نحط نزين طبقنا تبع اليوم. رح نحط بالنص الصويا صوص اللي هي بتستعمل مع السوشي ورح نبلش نحط السوشي. صاروا جاهزين السوشي على السالمون. رح اقص الكراب مع الافوكا وفيها تكون فري ستايل يعني السوشي فيهم يحطوا فيها شو ما بيستحلوا شو ما بدهم ويلفوها بالطريقه اللي بدهم اياها ويحطوا من برا يلي بدهم عليها. اوكي شهيتينا. مثل ما عم نشوف كيف صار شكل السوشي. هيدي السوشي السالمون وهيدي السوشي الكراب مع افوكا. نعم رح نحطهم صفهم بهالطريقه بالصحن. أكيد بنقدر نعمل قد ما بدنا نعمل أشكال وأنواع وأصناف خاصة عدد الأشخاص كمان اللي حسب عدد الأشخاص صحيح. أنا هون بنصح كل شخص تقريبا قد كم وحدة لازم ياكل سوشي؟ كنت رح أجي أقول لك بنصح الأشخاص أنا نساء مثلا ياخذوا حوالي إذا 10 بين 5 و6 حبات من السوشي أكيد مع صحن سلطة لأنه السلطة بتخلينا نشبع أكثر. واكيد نحن عملنا كميه قليله فقط لحتى نفرجي كيف بنعمل سوشي. فيهم يعبوا جات قد ما بدهم ويلونوا قد ما بدهم. هلا لحتى يعني احلى من 100 شيف ياباني عم يعمل سوشي. احنا بنعتذر من الشيفيه اليابانيه اذا عم نعمل. بالعكس شغله كثير سهله. هلا لحتى نكون عم نحترم المطبخ الياباني ونعمله على اصوله عيب عندهم باليابان تحطي طبق سوشي ما تحطي حده جنجر ووسابي. فمشان هيك رح نزين طبقنا بالجنجر في كثير الزنجبيل المكبوس اللي كمان حكينا عن فوائده بالحلقه الماضيه صحيح. عنده فوائد عنده فوائد كثير كبيره بعمليه الهضم بالبشره عنده فوائد كثير مهمه. فهون مثل ما عم تشوفي رني حطيت زينت بالجنجر المكبوس. نعم رح احط حده نتفه وصابي اللي هم الوصابي هو مطبوخ من معمول من عشبه اسمها وصابي. بس الوسابي كمان بنقول للمشاهدين ما لازم نكتر منه. صحيح ما بيسوى يكتروا منه. هو يستعمل كمية كتير قليلة. نحن فقط عم نزين. بس أول مرة بشوف هيك نوع أنا من الوسابي اللي بيجي مثل المايونيز. كريم إيه لأنه لأنه منزاد له مي ومرخى ليكون أسهل للاستعمال لأنه عادة الوسابي بتجي كتير قاسية وبتجي صح. بتجي مثل صحيح مثل الأفوكا بتجي صحيح. شكلها هون عم جرب يكون لايت. الطبق تبعنا رح زين بشوية جزر ونقول للنساء انه بخمس دقائق فينا نحضروا طبق سوشي كثير هين. عاده بنروح بنبرم الدنيا لناكل سوشي صح. وبندفع كثير حق السوشي صح. هو بطريقه كثير سهله وكثير هينه فينا نلفه طبق سوشي مثل ما عم نشوف. والطبق صار جاهز. طبق السوشي صار جاهز. صحتين. الف صحة وهنا. هلا روني رح نعمل طبق ثاني. هلا عملنا طبق المالي صحيح. رح نشوف شو محضرتي لنا طبق حلو. صحيح. هلا رح نعمل طبق حلو. رح نعمل كمان سوشي. نعم. اوكي. رح نعمل كمان سوشي ولكن سوشي حلو. صار قدامي هلا صحن السوشي. صحتين روني. هلا رح نعمل طبق سوشي دسر.
اللي رح نعمله هو رح نطبخ الرز، رح اعلم كيف طبخنا الرز. اوكي هلا رح نحط الخشبه على ثاني ميله اكيد لحتى نتفادى انه يكون عندنا بكتيريا قطعت. هول بدنا اياهم بعد؟ لا الرز العادي لا ما بدنا اياهم، فقط بدنا الرز تبع السوشي. بتشوفوا المشاهدين أكيد. صحن السوشي قد ايه حلو. اكيد. هلا اللي رح نعمله رح نعمل سوشي حلو. رح نطبخ زيت الرز تبع السوشي، الرز المخصص للسوشي روني كمان نفس رح نطبخه بنفس الطريقه، 200 جرام من الرز المخصص للسوشي، بنحط له حوالي الكبية ونص من المي، بنتركه ليغلي وتنشف ميته، بنرجع ليطلع الرز حلو ليطلع طعمته للدسير، بندوب حوالي الكبيتين من ندوب حوالي الكبيتين من سوري ملعقتين كبار من الحليب الخالي من الدسم ومنضيفه فوقه، بنرجع بنحط رشه كثير صغيره من الفانيلا. نعم. وبنرجع بنضيف نص ملعقه صغيره من السكر الاسمر او مغلف من المحل الاصطناعي. نعم. هلا رح عم نذكر المشاهدين نحن هون هلا بحال عم نعمل سوشي حلو عم نزيد الحليب والفانيلا على فقط لانه السوشي العادي ما بيستعمل هيك، بيستعمل مع خل الرايس فينيجر والملح والسكر. هلا اللي رح نعمله رح نحط الرز بنفس الطريقه، بدنا ننتبه لانه هيدا الرز ما فيه الخل بفرفط اكثر، ولكن بدي اقول لك انه هيدا عشان هيك لازم نكبس فيه اكثر. صحيح لازم نكبسه اكثر على بعضه بيجمد. هو نوع رز السوشي هو اصلا بيلزق، بس الخل بخليه يلزق اكثر اللي حطيناه هونيك. هلا اذا بتشمي ريحه الرز روني بتحسيه رز بحليب، مثل طعمه الرز بحليب وعسويت شوي لانه فيه فانيلا. هلا اللي رح اعمله رح اعمل حوالي الاثنين من هول. لو ما كنا حاطين كفوف دقيقه يعني كانك عم بتركبي بازل. صحيح. هلا رح نعمله رح نحط بقلب السوشي رح نحط فريز وكيوي. في منهم عم بشوف اخر فتره عم بيعملوا سوشي بنوتيلا وشوكولا. صحيح هول يعني فيهم وحدات حراريه ودهون اكثر. انا عم روح صوب انه الشخص عم ياخذ كميه قليله من الرز نشويات اللي هي رز السوشي مع فواكه فقط. هلا رح اعمله هون رح نقص الكيوي كمان صغار. وايضا رح نحط فريز كمان من قصة كثير رفيعه. صحيح رنا من قصة رفيعه. بس نقصها كثير رح يطلع لون الوانها حلوه بقلبها. اوكي روني تخيل. هلا اللي رح اعمله رح نلفها مثل ما لفينا السوشي. هيدي كثير حتكون دقيقه طريقتها اكيد لانه لا مثل ما شفنا الرز كان عم بفرط اول شيء. ايه ما عليه هلا بنشوف شو بنعمل فيها. ما بيأثر. هلا رح اعمل شغله لحتى ما تعود تفرد. مشى حاله تقريبا. رح اعمل شغله لحتى يمشي حاله اكثر. هو رح نقص مانجو. عم نقشر مانجو. رح نعمل نفس الشيء بالمانجو. اللي عملناه بالافوكا. صحيح. قص المانجو مثل شرح البطاطا. صحيح. احلى تشيبس. انتبه على ايدك بابا. معلش. تعودنا يمكن. هي من ورا الكفوف اللي حطتهم بايدي عم بزحت المانجو من ايدي، لا عم بزحت المانجو من ايدي. معلش. اوكي، ما بيأثر. مثل ما شايفين بيروح هو هدر كثير منه طبيعي مثل الافوكا. فخشناها عالي بنرجع بناكلهم ما بيروحوا ضيعان. اكيد رح ناكلهم لانه كثير طعمتها طيبه. اذا بتشمي بس ريحه الرز شو طالعه طيبه رني. رح نعمل كم وحده بس ليشوفوها الاشخاص.
كم وحده مع مانجو وكم وحده بلا مانجو. يلا مثل ما عم تشوفي هيك تقريبا ناكل سوشي وبنرجع بنتحلى من بعدها. صحيح. هلا رح قصها بهالطريقه، رح اعمل وحده غيرها، رح نقلل الرز فيها لانه التيمز انه طلع كثير عنا رز بقلبها. مشان هيك طلعت شوي فارطه. ما عليه، هلا نحن كمان عم نقول عم نرجع بنعملها باستوديو وبطريقه كثير سريعه لانه حتى أكيد. ما يدخل ولكن نفس السيستم اذا بجربوها بالبيت حتطلع كثير حلوه. هلا رح نعمله، رح نعمل فقط وحده ثانيه بس غير بكميه رز كثير قليله. نعم. ونحط بقلبها. رح نحط بقلبها. اذا بتشوفي طالع شكلها كمان مثل السوشي وبقلبها. يمكن شكلها ما عجبك الي كرولا، بس انا من عندي مبين هون انه شكلها كمان كثير طلع حلو بشهي. ميرسي رنيا عم تعلي لي معناها. اوكي هلا رح اعمله، رح قد ما في اكبسها ونقلل من كميه الرز يلي موجود فيها. نعم. ما بدنا نكبرها كثير. ايه لا تقدر تلف بس معنا. ايه حتى بس أوكي. نفرجي سامبلز. هلا رح نعمله، رح نحط كمان كيوي موجودين عنا. بلشنا نتلبك. والفريز. والفريز لازم قد ما فينا نرفعهم لانه ما بتعود تنلف معنا، مثل ما شفنا انه عذبتني باللف اول وحده لانه سمكنا الرز وسمكنا الفواكه. نعم. اوكي هلا رح اعمله ايضا. يعني ما في اكل حلو اكيد من دون ما يتعذب شوي الواحد حتى يزبط. اكيد خصوصا السوشي يعني بدها دقه مثل ما قلنا، وبدها يعني نحن بالنهايه عم نعملها ب استوديو. صحيح. عم نعملها على طاوله صغيره. زبطت عنا؟ زبطت. بس رح نحطها بلا مانجو هلا حتى نفرجي، وحده مع مانجو وحده بلا مانجو. اكيد. مثل ما شفنا كمان كثير طلعت بتشهي. فينا نقدمها مع، فينا نقدم هيدي السوشي مع صوص فريز، وفينا نقدمها مع صوص شوكولا اللايت، ولكن انا بفضل انه نقدمها مع صوص الفريز اكيد. هلا رح نزين حوالي الصحن، اكيد ما رح نلحق نعمل بعد كميه كثير كبيره. لا خلص لهون بتكون، بس تكون وصلتنا فكره نحن والمشاهدين فكره كيف يلفوا سوشي. واليوم ما في جوز، اليوم ما في جوز لانه ما بتلبق. وقعت الفريز. صديقة المفضل لرولا اليوم ما انه موجود معنا، عشان هيك انا اليوم ملبكة. اوكي رح نزين زين مدار الصحن بالفريز كمية قليلة. اكيد بس نحن كان هدفنا انه نفرجي النساء انه اذا عاملين سوشي حلو حتى كمان حتى لحد بعض وشوفوا كيف طلعوا الصحنين. اوكي يعني حتى مش بس للنساء هون، حتى ما يزعلوا الشباب، في كثير شباب بحبوا كمان الطبخ. اكيد فين يتعلموا يعملوا سوشي، بس بدي انصح الاشخاص انه اذا شافوا انه شكلهم هيك صغير وكلها رز، عن جد بقول لهم يجربوها لانه طعمة الرز يلي فيها بالحليب والفانيلا كثير طيب مع الفواكه والمانجو. اكيد انا حجربه وقت تخلص الفقره. اكيد. والطبق صار جاهز وبنقدر نقول انه بنقدر نحط له صوص شوكولا او صوص اكيد فرنز نحط او له عسل. صوص شوكولا لا عسل ما بيلبق كثير للسوشي، بفضل يعملوا صوص الرازبري او صوص الفريز، يطحنوا الفريز ويحطوا حدا صوص فريز وياكلوه. اكيد. نعم. طيب رولا في نصيحه اخيره لكل الاشخاص اللي بده يحضروا السوشي ببيتهم، اكيد الاشخاص هلا اللي تحمسوا وصاروا بده يجربوها بالبيت. اكيد بنصح الاشخاص يجربوها بالبيت، كثير ينتبهوا على طريقه التحضير لانه بالسوشي كثير في يعني مجال اذا بدك او ريسك انه تتكاثر البكتيريا او تنتقل البكتيريا، لانه عم نشتغل باصناف نيه اول شيء واصناف بتنتزع دغري. فبنصح النساء انه اذا كانوا محضرين سوشي بالبيت مع اصناف اخرى يحضروا السوشي اخر شيء ويتركوه بالبراد بوقت كثير قصير قبل التقديم. نعم. رولا بدي اتشكر وجودك اللي كان بتجدد الاسبوع الجاي مثل هذا الوقت ان شاء الله. مرسي. مشاهدينا بعد البريك رح تنضم لنا دكتور عفاف ماكرون، خليكم معنا. We'll be right back.
بالليالي الصعبة نومي خفيف always الليلية 75% أكبر من الخلف لجفاف ونظافة حتى 100% لما نومي كل هنا صباحي هنا. الإحساس بالانتعاش والنظافة كل يوم جربي فوت always اليومية. على الأغلب بطلع مع أصحابي على كافيز، لما تحسي بحساسية الأسنان بتضلك متضايقة يعني طول القعدة، بتصيري تنتبهي على شو ما بدك تاكلي شو بدك تطلبي. دكتورة الأسنان سمعني ونصحني أستخدم معجون أسنان سانسوداين، لما استخدمته لقيت بحياتي اليومية صرت على راحتي أكتر. لمسة الأم قد تحمل مئات المعاني، وكامتداد لنعومتها تجاه أحبائها لن ترضى إلا بكلينكس. المنديل الأول والفائز بمنتج العام عن فئة مناديل الوجه في الخليج العربي. كلينكس، المسيهم بنعومتك. حنطلع رحلة العمر وأبغى أفراد عائلتي يستمتعون بكل لحظة، ولكن لما يصيبني الزكام ما أقدر أركز. كن مستعداً طوال 24 ساعة مع بنادول كولدن فلو للنهار الذي لا يسبب نعاس، وبنادول كولدن فلو للليل لفعالية تامة تساعدك على تخفيف أعراضك الجسدية لتستعيد تركيزك خلال النهار وترتاح خلال الليل لتستمتع مع الجميع في اليوم التالي. بنادول كولدن فلو، لما يختفي الزكام ترجع الحياة لطبيعتها. مين صار عنده أحلى تي في؟ وين ماي اتش دي؟ ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك يعني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ آه يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الأخبار العربية والأجنبية من عربوت. كواليس كل الأفلام والمسلسلات. سباق البوكس أوفيس المصري والهندي والأمريكي. كل أخبار الموسيقى العربية والعالمية. كل الأخبار الفنية على السوشيال ميديا والجوسيب. كل اللقاءات والأخبار الحصرية فقط في عربود. عربود يومياً الساعة 10 المساء على LBC. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين لنكمل حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا، ووصلنا للفقرة الثالثة. لكل اللي انضموا لنا هلأ بقلكم أنه فيكم تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك وتويتر. نحن وياكم بدنا نرحب بدكتور عفاف ماكارون. أهلا وسهلا فيك دكتور عفاف. مسيرنا أهلا فيك اليوم. الحمد لله. وأنت مشاهدين أكيد عم بنتركي من جمعة لجمعة لحتى نحكي عن مشاكل البشرة وكيف نقدر نحلها بالمستحضرات اللي عم تحضري لنا إياها مباشرة على الهواء. خبرينا قدي أهمية تنظيف البشرة، ودايما نحمل معنا يمكن الأشياء اللي بتنظف كان إيدين أو الوجه إذا ظهرنا أو خاصة خلال النهار يعني. صح، بتعرفي رونيل التنظيف البشرة يعني كان بشرة الوجه أو مثل ما قلت الإيدين، هذا جزء من الهايجين يعني من النظافة. واليوم أوقات لايف ستايل أو نمط الحياة السريع يعني كتير أوقات بتعوزة يمكن ترجع هيك توري فراش، وبنفس الوقت يمكن منه متوفر يعني منك بالبيت ما عندك أكسس على مي وصابون. فكتير أوقات في حلول بتكون كتير بسيطة وبتكون كتير سريعة.
هلا تنظيف البشره اذا بدنا نحكي كوجه، يعني انا هون بحب افصل بين تنظيف الايدين والهايجين، يعني وقت حدا يمكن اوقات اكل شيء ما انه قادر يغسل، وبين اكيد تنظيف البشره كبشره وجه. تنظيف بشره الوجه دائما بيكون غير، يعني بيكون محدد حسب نوع البشره، كمان في له نظام، يعني بيكون عندنا الصبح وبيكون عندنا المساء، بيتغير بحسب قد ايه حاطين ميك اب او لا، اذا عندنا مشاكل بالبشره او لا، اذا بنحب الصابون او لا، يعني بيكون في لها تشعباتها وعده انواع من التنظيف. ولكن اليوم حبيت احكي عن التنظيف يلي هو اون ذا جو، يعني اليوم اي سيده اللي كان خاصه اذا كان في عائله وفي اولاد ورايحين بمشوار او ماضيين نهار يمكن بمطرح، كثير كثير قليل انه ما تلاقي معها وايبس او هاند سانيتايزر. هلا هون اللي بحب اقوله انه اجمالا الوايبس يلي موجودين بالسوق في انواع كثير عديده منهم، ولكن قسم كثير كبير بيحتوي على اضافات اوقات منا كثير لطيفه على البشره، في اشياء ممكن تعمل حساسيه، في اوقات مواد اصطناعيه يعني عليها شويه لغط، فهون بالتالي عندنا بدائل طبيعيه وحلول هي كثير مفيده بتساعد يعني بهالشيء. نعم، خلينا نحكي هلا شوي عن تنظيف البشره وخاصه عند الاطفال الايدين، شو هي الوسيله الانسب يلي لازم تضل مع اطفالنا حتى يضلوا يمكن عم بينظفوا بشرتهم؟ هلا انا هون اذا بدي احكي انا رايي الشخصي، المي والصابون لا يعلى عليهم اكيد. وبدي اقول شغله يمكن الناس منهم كثير عارفين، انه المي والصابون اذا حدا غسل ايديه لفتره 20 ل 30 ثانيه بمي وصابون فهيدا الشيء عنده سانيتايزنج ايفكت، يعني بيقضي على اكثريه الجراثيم يلي موجوده المي والصابون العادي من دون ما حتى نفوت باشياء هي مواد معقمه او انتيسبتيك، يعني مثل ما هلا شوي درجه، يعني مي وصابون عادي واحد ياخذ وقته بغسيل الايدين بيكون عم يقضي على معظم الجراثيم يلي هي الكوميونتي، يعني يلي موجوده بالبيئه المحيطه. هلا هيدا الشيء منه كثير عملي، ومثل ما قلنا اوقات ما في وصول لهالشيء، هون بالتالي بصير في عنا البدائل يلي هي بتجي جاهزه او بتنحط بالجزدين، تنحمل بشنطه اللي هي فينا نقول الهانجل او المناديل المعطره وغيرها. شو هي احلى وسيله؟ يعني معروف في كثير ناس بحبوا الهانجل بس بخافوا بالمقابل انه ينشف لهم ايديهم، اكيد بنشف الايدين، في بقلبه محتوى عالي اجمالا من الالكول يلي هو بنشف، كمان لانه عم ينترك على الايد ينشف لوحده، يعني انت ما عم ترجعي تساعديه بانه يتنشف، كمان اذا نشفتيه بسرعه ما اعطيتيه مجال يشتغل، فهيدا الشيء بيكون جزء من طريقه فعاليته. اليوم في فورمولاز او تركيبات بتدخل عليها اشياء لحتى تعدل شوي من هالنشاف يلي بيصير، يعني بيكون داخل بقلبه الويفيرا جل، بيكون داخل بقلبه يمكن جليسيرين، يعني مواد تانية مرطبة لحتى يعني تقدر شوي تخفف هالمفعول. يعني بتنصح انه نستعمل الهانجل المعروف ومن بعده نستعمل يمكن اي كريم مرطب للايدين؟ ممكن هالكومبينيشن تكون، او ممكن حتى يتلاقى مرطب يعني يكون هو بقلبه 2-in-1 داخل بقلبه شيء موسترايزنج، خاصة للي عندهم مشاكل بالبشرة، يعني من انواع درماتيتس او اكزيما او هالمشاكل هيدي، لانه اوقات هالمستحضرات هيدي فيها هي تكون سبب لحتى ترجع تنشط هالحالة اللي هي فيها شيء من الحساسية، فكرمال هيك يفضل ينقوا اشياء لطيفة. بالنسبة للأطفال إذا بدنا نستعملهم مثل ما بنقول الوايبس أو المناديل المعطرة، كيف بدنا نعرف إنه هي المناديل مناسبة لأطفالنا وما فيها مواد كيماوية؟ هلا اليوم رني يعني شوي هيك التوجه، لانه صار في كثير وعي، وبتعرفي اليوم مع الانترنت ومع المعلومات يلي صارت موجوده تقريبا وين ما كان، صار في وعي وفي ضجه اعلاميه حول بعض المواد، يعني مثل المواد الحافظه او اشياء مشتقات نفطيه او حتى العطور الاصطناعيه يلي هي كمان من المسبب، يعني اذا بدك على راس الليستا من الاشياء يلي بتسبب انواع حساسيه ممكن توصل لاكزيما او
وما شابه. فبالتالي اليوم صار في وعي وصار في هالمستهلك يلي عم دائما عم يبحث عن الافضل، عن الشيء اللي هو اكثر طبيعي. يعني اليوم بتلاقي في عده انواع. هلا هون للاسف يعني لنحكي الاشياء كما هي، في شوي اوقات هيك ايحاء للمستهلكين انه هيدا الشيء طبيعي، يعني ان كان بلون الباكجينج او اوقات بيكتبوا ناتشرال، بيكون يمكن داخل بقلبه شيء ماده ناتشرال، ولكن ما معناتها انه غير اضافات منا موجوده كمان يمكن انها تكون موجوده. ولكن هون بتبقى ثقافه المستهلك يقرا المكونات. يعني انا دائما بشجع، اوقات يمكن تكون شوي صعبه بمعظم الاحيان اذا كان الاسم احد المكونات كثير معقد، يعني معناتها انه شيء منه طبيعي، شيء اصطناعي. دائما يجربوا يكون في عدد مكونات اقل، هيدا الشيء افضل، وكمان يكون يفهموا الاسم الاكبر منهم معناتها انهم على الارجح يكونوا طبيعيين. يعني اللي بيقرا الوي فيرا جيل او فيتامين او او اكوا، يعني مي، هول اشياء معروفه، فهيك بقللوا من هالاشياء اللي هي اصطناعيه يلي منها كثير منيحه، خاصه انه البشره بتشرب. يعني مثل ما سبق وذكرنا تقريبا 60% من يلي بينحط على البشره بيدخل على الجسم، واكثر كمان عند الاطفال لانه بشرتهم رقيقه وحساسه. نعم، صرنا وصلنا لوقت هلا نشوف شو محضرتينا اليوم دكتور. اليوم محضرين شغله كثير هينه وطبيعيه 100%، مش بس انه هي ملائمه ل الأطفال، ملائمة لجميع أفراد الأسرة وعندها فعالية جيدة، هي كمان صديقة للبيئة. يعني منقدر نعملها بشكل أنه ما نكون عم ندخل أشياء ما بتتفكك، يعني هي بالعكس بايودجريدبل. ممكن حتى نعمل ريسايكلينج لعلبة يكون عنا إياها، والمواد اللي راح ندخلها هي مواد ما بتضر أبدا بالبيئة، والتركيبة كتير سهلة. منبلش اولا بتقريبا كباية ونص من مي سخنه. هلا المي السخنه يفضل انها تكون مغليه اولا، وبعدين تكون نستعملها هي وفاتره لحتى تكون مي معقمه، يعني نكون تخلصنا من اي جراثيم معقول انها تكون داخله بقلبها. فهون عندنا المي، رح منزيد عليها ملعقة من صابون سائل. أنا هون عندي صابون يلي هو صابون دو كاستي، يلي هو معروف أنه جاي من زيت الزيتون ومصنع بطريقة تقليدية بيشبه الصابون البلدي ولكن سائل لحتى ينمزج معنا بسهولة. هلأ بيقدروا المشاهدين حطوا ملعقة من برش الصابون البلدي وبيدوبوها بالمي أكيد قبل ما تبرد، بس هيك أهيان، هيك أهيان خاصة نحن على الهواء، يعني منجرب تكون الأشياء أسهل. رح نزيد كمان جليسيرين. الجليسيرين من وظيفته، لأنه الصابون شوي بنشف البشرة، هي بترجع بتحبس الرطوبة وبتساعد أنه نحافظ على ملمس لطيف للإيدين. بيبقى عنا العطر. هلأ هيدا الصابون معطر على لافاند، في يكون صابون ما له رائحة، يعني إذا كان صابون بلدي. هون في عنا كولونيا يلي هي داخل بقلبها ألكول، بتساعد أنه ننظف ونتحكم شوي بكمية الجراثيم يلي معقول تكون موجودة، لأنه بالنهاية بدنا قدرة سانيتايزنج لهالبرودكت. وبيعطي كمان ريحة حلوة. منحط تقريبا ملعقة كبيرة بقلب هالمزيج. هول المكونات الأساسيين. هلأ بيقدر واحد يطورها أكثر، يعني بحط بقلبها كالاندولا اكستراكت، بحط بقلبها يمكن كاموميل اكستراكت، ممكن ينحط اشياء ريفرشنج، روح النعنع او هيك، بس هول اشياء اساسيين. هيدي المكونات يلي بتعطينا الفعاليه. وبعدين بضل بدنا الفوط. هون انا بنصح المشاهدين اكيد ينقوا نوعيه جيده، يعني نوعيه تكون تتحمل ما تفرط على المي، يعني تكون نوعيه الاحسن شيء معقول انه يلاقوها. ممكن يكونوا مطويين على هالشكل، وممكن كمان يكون الباكي الكبير بيقدروا ساعتها بحطوها بعلبه تكون سيلندريكال، يعني مثل على شكل المحارم. هون نحن مزجنا ورح نكبهم على الوايبس. ما ضروري نستعمل الكمية كلها، ولكن منحط قد ما تشرب لحتى تشرب.
وهلا شو بيصير؟ هلا بيشربوا الوايبس هالسائل، بنقلبهم لحتى يكون في عنا كمان بالاسفل كمان يكونوا عم يشربوا. هلا بس تشرب هال المحارم فينا نرجع نزيد اكثر على العلبه اذا حبينا. وهي صارت جاهزه، خلص بنسكرها اكيد لتبرد لحتى ما يصير في عنا بخار على على الغطاء. ولكن هون صار في عنا محارم، في بقلبهم شيء منظف يلي هو الصابون، يعني اذا حبينا نستغني عن يعني حدا اكل يمكن شيء في زيت او اي شيء بده يمسح ايديه بيقدر يستعملون فيهم صابون. بنفس الوقت في الجليسرين يلي بتطري البشره وبتحمي الايدين من انه ينشفوا، وكمان عنا كميه من الالكول يلي بتساعد انه تخفف كميه الجراثيم، منا نسبه كثير عاليه بمعنى انه ما بتعقم الايدين، ولكن بتساعد انه تسيطر على الجراثيم يلي معقول انها تكون موجوده. نعم. واكيد بتتاخد، بيقدروا يكتروا يقللوا قد ما بدهم. نعم. بدنا منك هلا نصيحه اخيره لنا وللمشاهدين. بتعرفي ما زال في وقت هيك نقطع شغله، بدي اقطع هاند سانيتايزر فورمولا لو على السريع، لانه الناس بيشتروا اوقات اشياء وفيها كثير اضافات بينما هي كثير سهله اذا بدها تنعمل بالبيت. بحطوا سبيرتو عيار 70، او ممكن يجيبوا السبيرتو اللي هو بيور يلي عيار 90 وبيزيدوا عليه 20 ل 30 مللتر من المي، يعني هن بيرخوا بينزاد عليهم كم نقطه من اللافاند، يعني الزيت العطري تبع اللافاند، ملعقه صغيره من الجليسرين وبينحطوا بقنينه سبراي، بيكون عندهم هاند سانيتايزر بيقضي على 99.9% من الجراثيم يلي موجوده على الايدين يلي هو كومبلاينت، يعني مطابق لمواصفات الاف دي اي بشكل كثير بسيط وكثير سريع. بيقدروا يعملوا كميه كبيره وينقلوها على قنينه كل ما فضيت، يعني هيك بيكونوا جهزوا للشتي، صار عندهم الهاند سانيتايزر وعندهم الوايبس بشكل كثير سهل وبمكونات كثير منيحه. بدنا نصيحة كمان كترتيهم. بتعرفي أنا بحب دايما أقول لهم للمشاهدين أنه في حلول كتير سهلة مش بس بتفيد البيئة كمان بتفيدهم لقلهم. بالمكونات الطبيعية بنقدر نعمل كتير أشياء، إذا في أشياء ما لحقوها على الهواء بيلاقوها على الفيسبوك بيج Natural Beauty Pharmacy، وبيقدروا يلاقوا عالم آخر من الخيارات يلي هي كتير جيدة وكتير آمنة وأفضل يمكن أفضل أكيد، لأنه في كتير أشياء ما بيعرف الواحد إنها موجودة، وبس يعرف إنها موجودة ببطل بده يستعمل هالأشياء هيدي، وبالتالي في خيارات هي كتير جيدة. نعم، بدي أتشكر وجودك معنا. أكيد بلقائنا بجدد الأسبوع الجاي مثل هيدا الوقت إن شاء الله. مشاهدينا بعد الفاصل حيكون معنا خبير لغة الجسد نضال نصر الله، انطرونا. رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني. يستيقظ طفلك راقصا بعد ليلة نوم جافة مع بامبرز الجديد الحفاظ الأكثر جفافا بحبيبات امتصاص أكثر وأكثر، والذي يبقى جافا حتى مرتين أكثر لجفاف يدوم حتى 12 ساعة ورقصات أكثر. بامبرز يا حبيبي.
message enraciné orienté vers le futur. Cédar. حنطلع رحلة العمر وأبغى أفراد عائلتي يستمتعون بكل لحظة، ولكن لما يصيبني الزكام ما أقدر أركز. كن مستعدا طوال 24 ساعة مع بنادول كولدن فلو للنهار الذي لا يسبب نعاس، وبنادول كولدن فلو للليل لفعالية تامة تساعدك على تخفيف أعراضك الجسدية لتستعيد تركيزك خلال النهار وترتاح خلال الليل لتستمتع مع الجميع في اليوم التالي. بنادول كولدن فلو، لما يختفي الزكام ترجع الحياة لطبيعتها. مين صار عنده أحلى تي في؟ وين ماي اتش دي؟ ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة، منه 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك يعني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان عبد الله رويشد، ليلة عمر، ليلة عمر 2015. أشكر الصدفة والحظ والظروف. ألبوم جديد من روتانا. ضمني بإحساس قلبك، ضمني. يتضمن الألبوم 12 أغنية متنوعة. فمان الله يا وقت المهز. ألبوم ليلة عمر مع طلال للفنان عبد الله رويشد. قلت له بخطب رارو في الأسواق. إنتاج وتوزيع روتانا. رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع حلقتنا لليوم من صحتك بالدين. بدي ارجع اذكركم مره جديده انه فيكم تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك وتويتر. اما هلا نحن وانتم بدنا نرحب بخبير لغه الجسد نضال نصر الله. اهلا وسهلا فيك نضال. مرحبا، كيفك؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ الحمد لله. نضال، اليوم رح نحكي عن الصوت. صحيح. قد ايه مهم الصوت بحياتنا اليوميه؟ صحيح. وبتعاملنا مع غيرنا. الصوت كثير مهم، من الاشياء اللي أساسيات لغة الجسد. بتعرف رنا، قبل مرة حكينا عن موضوع لغة الجسد، ده شو بيشكل 97% من الحركات، وجزء من هذه القصة هي مش بس الصوت اللي بنحكيه، هي النبرة اللي بنحكي فيها. لأنه نحن عادة بحياتنا اليومية بنستعمل كذا بيتش، أو بمعنى كذا توناليتي. يعني أنت لما بتحكي مع أصحابك ممكن تحكي بصوت رفيع، بس لما بتقدمي حالك بمجتمع ما، ما فيك تحكي بصوت رفيع. ما فيك تقولي مثلا، بتقولون أنا اسمي رنا، بضعف الشخص. الموضوع اليوم اللي نحكي عنه هو قصه قديش ممكن بصوتي قادر افرض شخصيتي على الاخر، واللي هي انا بلاقيها في كثير توك عند الناس بموضوع الصوت. يعني كثير ناس لما بيعرفوا حالهم، رقم واحد ما بيحكوا بصوت جدا رفيع، وهذا بدل امرار على ضعف شخصي او على توتر. نحن لما نتوتر اللي بيصير الاوتار بالحنجره الصوتيه تاعتنا بتشد، لانها بتشد لانها مضطرين بيطلع الصوت جدا رفيع. بينما الأشخاص اللي نحن بنشوفهم عنده قوة شخصية، أو إذا بنشوف مثلاً الباتشينو، صوته كيف الباتشينو؟ صوته عريض وعميق ومن جوا وواطي، بس منه عالي، بس بنفس الوقت مفهوم. فإذا أنا بدي أقدم حالي لشخص ما، واللي أنا دائماً بعطيها التقنية إنه خد نفس، هو عم يطلع نفسك. أنا اسمي نضال نصر الله، غير لما أقول نضال أنا عم باخذ نفس. إذا موتر إذا نصر الله، شفت كيف بتطلع؟ أنت خدي نفس والفظي اسمك، بيطلع بيدل على توتر. بينما إذا بدك تحكي على اسمك أو بدك تعرفي شو بتعملي، أنت عم تاخدي نفس، هو عم يطلع نفسك من بطنك، بحاول أعرض صوتي شوي، بعمقه، بقول أنا اسمي نضال نصر الله. هلا لما بروح اكستريم ما كثير بعرض، يعني وببين إنه يعني بتبين إني وحش بعد شوي، ولا برفعه، لأنه في كثير بمجتمعاتنا بيرفعوا صوتهم. نقطة ثانية عن موضوع الصوت. بعد ما حكينا عن موضوع انه انا كيف بدي اعرض صوتي، كثير الناس، ونقطه حكيناها قبل هلا، بيتركوا علامه استفهام بالاخر هن عم بيحكوا عن حالهم. يعني حضرتك شو بتشتغل مثلا؟ صحافه بجريده اكس. قلت كان هو حتى هو مش مقتنع بصوته، هي كمان خطا ثاني.
لأن لما بحكي ما لازم رفع صوتي، يعني ما لازم اترك سؤال. الثالث شغله اللي بحكي عنها لازم احط شويه عاطفه انا عم بحكي، يعني او بيقولوا له ايموشن، يعني في قال لك انا يعني ما نكون دج. ومش بس هيك، في يعني هلا حنعطي سبيس، يعني حاعطيك تو اكزامبل. نضال نصر الله متخصص بلغه الجسد، او نضال نصر الله متخصص في لغه الجسد، هيدي بتكون تاثيرها افضل. يعني أقوى. انا في اقوى، يعني في لك انا رني انا في ساعدك بموضوع الفلاني، في لك انا رني انا قادر ساعدك بالموضوع الفلاني. هون انا باكد توكيد او بعطي مشاعر بهذا المحل ان العقل بيستوعبها بشكل افضل وبشكل اقوى. نعم، بس نضال يمكن انت عم تحكيهم بتكون يمكن هينه اكثر، لانه عم نحكي جمله صغيره، بس الواحد صح. كيف في يعني يتحكم بصوته وبنبره صوته وهو عم بيحكي يمكن جمله كثير كبيره. سؤال حلو كثير، سؤال جميل. انا بتذكر بكل حلقاتنا السابقه دائما قلنا اهم شيء الاويرنس، على الاقل لازم تسيطري على جملتين ثلاثه. هلا بتنسي حالك بس ترجع بتتذكر، يعني برجع بسيطر انه انا ليه عم رفع صوتي او قاعده مع ناس جداد، ما لازم احكي بسرعه، ما لازم احكي كذا. ثلاثه في التقطيع، اللي هو بتعرفي عاده المذيعين بيدربون كيف يقطعوا وينغموا الصوت. نعم. يعني انا في اقول لك مثلا في فوائد الجزر، انه بتعمل مثلا نضاره البشره، عم نحكي اكزامبل، بتعطي فيتامين سي، وخلينا نقول بتقوي جهاز المناعه. ما حلو اقولهم هيك، لازم اقطع، لازم اعطيهم صوت. يعني الجزر ماده كثير مهمه، بتفيد البشره واحد، بتقوي جهاز المناعه، وبالاخر بوطى شوي بتعطي فيتامين سي. هيدا التقطيع بالكلام واللعب بالحكي بيخلي العقل ينتبه، لانه نحن لما بنحكي بهيك ما بتقدر تركز يمكن على كل جمله عم تحكي. ايه، وبعدين دائما لاحظي اي مذيع او اي شخص عم يطلع على التلفزيون، اذا بيحكي قدامك هيك ستريت لاين، صوته واحد، نبرته واحدة، ممل. مشان هيك يمكن بعض المذيعين بتعلموا الإلقاء. اكزاكتلي. شو هو فن الإلقاء؟ هو الشغل ثلاث شغلات: استعمال قوة الصوت للنبرة قديش، تقطيع يعني معنى وين بيوقف، وين بيعلى، وين بينزل، وأهم شيء مخارج الحروف. لأنه كثير ناس، وأنا كنت جزء منهم وبعد عندي شوي، يعني حتى لو أنا متخصص بهذا الموضوع، بناكل الأحرف، يعني ما بنعطي الحرف حقه. وهذا شيء خاطئ. يعني انا بقول نضال الضاء مثلا حرف اطباق، لازم اقول نضال، ما بقول نضال. راحت ضيعتي اسمك، راحت صح، راحت. فانت لما عم تحكي عم تأدبي حالك او عم تأدبي مشروعك او عم تأدبي اي موضوع، لازم الاحرف تطلع جدا واضحه. فباختصار شديد، نبره صوتي، تقطيع صوتي، وشو العاطفه، ما اترك سؤال مفتوح. هيدي من اهم الميزات اللي بتعطي اي شخص حضور قوي. وخاصه نحكي شغله، الاشخاص اللي عندهم قوه، قلت على قبل شوي الباتشينو، كيف صوته؟ كثير حلو صوته الباتشينو. شو الحلو؟ شو يعني حلو؟ نبره صوته واطي وعريضه، وين بتحسيها طالعه؟ الشاب اللي بيمثل بفيلم تيكن، كثير ناس انغرموا، بيسأل ما عم بتذكر اسمه للممثل. صح. انا كمان انا اكثر شيء بعلق على صح. ليام نيسن. صح، اكزاكتلي. لما بيقول له اي ويل فايند يو، بهي النبره بيقول له انا رح اشوفك وين ما كنت، او رح لاقيك وين ما كنت. كثير ناس عشقوا اللي اعطاه القوه واللي خلاه يمثل جزء واحد واثنين وثلاثه. صدقيني مش بس ادائه، نبره صوته. تخيل على فكره لو صوته رفيع، او لو صوته نسائي شوي، او البيتش تاعته كانت عاليه، منه ذكري. هو اصلا مميز بصوته. صح. ومثال على ذلك حتى السيدات، ليش نحن نقول عن سيد عن انثى صوتها مثير او بيعجب او حلو؟ لانه بتحكي ببتش واطي. المراه الله اعطاها قدره انه يكون صوتها عالي، بس لما بتحكي ببتش واطي دليل على انها سيده عندها خبره، عندها قدرات، وقادره تحقق اهدافها بسهوله. نعم. عندك نصيحه اخيره للمشاهدين؟ نصيحه زي ما بنحكي رنيه دائما بالاخر، بليز بليز انتبهوا على الصوت. هلا في بعض الاحيان ممكن انتم تتغاضوا عن لغه الجسد، بس الصوت بيلعب دور كبير. ونحن زي ما بيقول أمرار، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. نعم. بدي أتشكر وجودك نضال، لقاءنا بتجدد الأسبوع الجاي مثل هيدا الوقت، أكيد حنحكي عن مواضيع كمان جديدة إن شاء الله. مشاهدينا فاصل أخير وراجعينكم، ترونا.
أسرار جمعة الساعة 9 المساء على الـ LBC. كثير من أغانيها بحب أغانيها. ما بيفوز اللي بيطلع من الأواخر هو اللي بياخد هيك قلوب الناس أكثر. يا ريس البحرية عبديت معاهم صغري وعليهم هني طلبه ما وعدتك بنجوم الليل لطرح من غيوم الشمس. سولا تنين الساعة 9 المساء على LBC. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ووصلنا للفقرة الأخيرة بحلقتنا لليوم. بدي أرجع أذكركم خاصة للمشاهدين اللي انضموا لنا هلأ أنه كيفية التواصل معنا بهذه الحلقة كتير سهلة. فيكم تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وتويتر. أما هلأ مثل أكيد كل نهار أحد عرفتوا مين مرحب بالمدرب الرياضي جون بيير نعمين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كيفك جون بيير؟ صباح. جون بيير رح نحكي أكيد اليوم عن مواضيع رياضية. كل قد إيه لازم نغير طريقة التمارين يلي بنتبعها؟ إذا الشخص كان أدفانسد ولا كان بيجنر، يعني كان مبتدئ بعده ولا صار متقدم بمراحل متقدمة، بتفرق كتير هيدي الشغلة. يعني شخص إذا ضل عم بيعمل نفس التمارين الرياضية اللي عم بيعملها ببطئ يلاقي النتيجة اللي بده إياها؟ مزبوط مزبوط. بس الشخص اللي بعده فايت عن نادي جديد إذا بيضلوا يعمل هو الحركات لفترة تقريباً 3 أشهر بيضلوا عم يستفيد دايماً فيهم، لأنه ما بيكون بعد حرك كل الأنسجة أو كل الفايبرز يلي موجودة بالعضل تبعه. بينما الشخص يلي وصل لمرحلة متقدمة إذا بيضلوا متبع ذات الحركات وذات الروتين، ذات الروتين يعني بيضلوا دايماً يعمل 10 مرات كل حركة أو 8 مرات أو ببلش خفيف أول شيء بعدين بيصير يتقل، هيدا الشخص بشهرين خلص بيوصل على مرحلة نحن بنقولها بلاتو، خلص ببطل يقدر يستفيد. فالشخص المبتدئ لازم كل 3 أشهر يغير هالحركات، والشخص يلي صار متمرس أكثر بهيدا الرياضة أفضل كل شهر يغير كل حركاته وكل الروتين تبعه. نعم، دائما بنسمع أشخاص بنادي عم بيحكوا عن مادة اللاكتيك أسيد، شو هي المادة؟ مادة اللاكتيك أسيد هي مفهومة شوي غلط. يعني بس الواحد يكون عم يتمرن وعم يعمل ريبيتيشنز بحس بحريق، مثلا 8 أو 9 ريبيتيشن بحس بحريق بالبايسبس اذا عم بمرن البايسبس تبعه. بفكر هذا الشخص انه انا بهيدي المرحله او هلا بلشت عم بحرق فات. بينما هي بتكون ماده اللاكتيك اسيد ظهرت وبلشت عم تعمل اكيوميليشن. نحن جسمنا بس بدنا نعمل برودكشن للانرجي بيتبع سيستم اسمه ايروبيك، يعني هيدا السيستم بيتضمن او بده اكسجين. بس تصير الانتنسيتي كتير قويه والواحد يصير عم يعمل ريبيتيشنز عاليين كتير او يصير عم بتقل بالاوزان كتير،
ببطل يعني بتصير البرودكشن تبع الانرجي يلي نحن عايزينه اكثر بكثير من الاكسجين يلي موجود، بنروح على سيستم ثاني اسمه انايروبيك يلي ما بيتضمن هالاكسجين فتظهر هاللاكتيك اسيد لبرا. يعني هالماده لازم نشتغل انه ما نظهرها من جسمنا او نظهرها من جسمنا؟ في اشخاص لازم يظهروها واشخاص ما لازم يظهروها. شو الفرق؟ الاشخاص يلي بدهم يكبروا عضلهم او بدهم يعملوا ماسل جروث او يعملوا عضل يعني بيسعوا انه يظهروا هيدي الماده لانه هيدي الماده بتكبر العضل اوتوماتيكلي، بيقدروا يظهروها بانه يزيدوا الريبيتيشنز او ما يرتاحوا كثير بين السات والسات. الاشخاص البقوي يلي بدهم يحرقوا فات، هي هاي الماده شو شغلتها؟ انه طالما هي موجوده بجسمنا وبعد ما ظهرت من جسمنا يعني بيوقف حرق الدهون لهالفترة لترجع تروح هيدي المادة. نعم. الأشخاص يلي مثل البنات مثلا ما بدهم يعملوا عضل أو اتسترا أو تحرق ما بتركز كتير على فرد عضلة وما بتزيد الريبيتيشنز كتير وما بتتقل كتير الأوزان وبترتاح كتير بين كل ريبيتيشن. نعم. بين كل ست وست. قبل ما الوقت خلينا نشوف شو محضرنا اليوم. اليوم جاي معي بوزو بول تفرجي انه نحن بهيدي البول يلي هي هاف بول بنقدر نعمل كل الحركات وهي بتساعدنا كثير على الستابيليتي، يعني بنقدر لأعطيك اكزامبل مثلا بوش اب كل شيء بقدر صعبه فيها انا. عم شوفها كثير بالنوادي هلا. بنشوفها كثير بالنوادي، هيدي بتساعدنا على الستابيليتي، يعني يصير عندي توازن انا تما اقدر تما شد بهالايد اكثر من هالايد، اذا بشد بايد اكثر من ايد دغري اوتوماتيكلي بوقع عن هيدي البول. بقدر اعمل فيها كل الحركات، رح اعمل ووكينج بلانكس. أوكي. هلا ما راح اعمل سيركتس انا بس راح فرجي انه هيدي البول نقدر نستعملها لنعمل كل شيء. في معي كاتل بيل، راح اعمل كمان سومو سكوات. اوكي بتساعد كمان للسكوات. كل الحركات بقدر استعملها انا، مفروض استعملها للستابيليتي تبعي. نعم. تشست اذا اكيد لازم يكون في ويت ثاني. اكيد ثاني اوفر اذا بدي اعمل كرانشز. يعني تقريبا بنستعملها لاكثريه التمارين. كل التمارين انا يلي بدي اعملهم بقدر استعملها، حتى بقدر ابرمها اذا بدي صعب كل التمارين بقدر ابرمها للبوزو بول وبقدر اعمل كل التمارين عليها. يعني مثلا بوش اب بصير بدي استابيليتي اكثر. نعم اكيد رح نشوف تمارين اكثر بحلقات جديده على البول. بدي اتشكر حضورك. اكيد لك قناه بتتجدد خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا، نحن ملتقينا بكون بكره بنفس الوقت، ترونا.